بتوصل على الساعة 10 تمام، لأنه بس انشغلت الخطوط ما عاد يعلق معكم الخط، وإذا ما علق معكم الخط ما بتطنشوا، بترجعوا بتتصلوا مصرين يعني. لا تاكلي هم، أنا هلا كل رفقاتي بالجامعة بحلب، كلهم بيعرفوا بوقت البرنامج، هلا هلا أنا متأكدة إنه كل الاتصالات عم تنهمل على البرنامج، شغل الراديو اسمعي. إذا ما فيهاش يعني غلسة يعني، ممكن أنا أتصل. اتصلي بس عارفي شو تحكي. إخس. إخس يا ميديا. كده تكساري بخاطري؟ يعني انت عندك شك في قدراتي في الكلام؟ لا يا اختي، دي الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها. ميديا انت قلتي لأهلك على وقت البرنامج؟ ايه حكيت مع امي، بس خايفة يوصل الخبر لأخي وحيد. ليه؟ ليه بس كفالة الشر؟ يعني متزعلين؟ متخصمين؟ مش عاجبه يعني موضوع الفن؟ لا بالعكس، عاجبه موضوع الفن، اذا بترك الفن بيقاطعني، بس انا عندي منه حالة تشاؤم فظيعة، وإذا بسمع باسمه بعرف أنه في مقلب على الطريق، وأنه رح تكلش 20,000 ليرة هيك ظلماً وعدواناً. وفاجي لا حدا يجيب لي سيرته بنوب، ما بدي اسمع باسمه نيفر نيفر. وهي خاتم ذكرتيني أني أشلحه، وإذا ما اتصل من هون لوقت البرنامج خلص. شو قلتي لي الخطوة الثانية؟ بترجع له الدبا تجيبه الهدايا واللعب. اسكتي انت. ايه مثل ما قلتي رح رجع له ياهم. وانا حلمهم لك كلهم في صندوق. بس انا متاكده يا اختي انه مش حيتصل. لا رح يتصل. من قلت لك اسكتش. ما تطلع فيني. مساء الخير واهلا وسهلا بكل يلي عم يسمعونا هلا، واللي اكيد عرفوني من صوتي نورما من ورا الميكروفون، بترحب فيكم بالحلقه الاولى من برنامج ستار على الهواء. واسمحوا لي بحلقه اليوم رحب بالفنانه ميديا اسرب الملقبه بدادو. ميديا اهلا وسهلا فيك ببرنامج. اهلا وسهلا فيكم وبكل الناس اللي عم يسمعونا. وقبل ما ابدا لقائي مع ميديا بدي اذكر المستمعين اللي حابين يتواصلوا معي انا او يسلموا علي ميديا انه يتصلوا على الرقم 322-56-89-10. سجلي سميحه. سجل. شو هي ما عم يعلق؟ معقولة كل الخطوط ولا واحد عم يعلق؟ هجرب رقم ثاني. اي جربي. وخلينا هلا ناخذ اول اتصال بسبب الضغط الكبير يلي صار على الخطوط، ومنقول الو. الو، يعطيك العافيه، شلونك؟ ادري زكاه عافيتك. خرج احكي مع جارتنا الانسه دادو. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، بس لو سمحت بليز في مجال توطي شوي صوت الراديو من عندك. يا عراسي يا عراسي، ايه موتك كلام عيني؟ ايش فكرتيني جدبه مثل هدول المتصلين بتصلوا فيكم ما بيعرفوا بيعملوا هاي ايش بقولوا لوب لوب. اوكي تفضل.